يروى أن مسكينا شهد موكب الملك وناداه باسمه دون تعظيم أو تفخيم، فانقض عليه الحرس: وهل تكلم ابن عمتك أيها الصعلوك؟ لكن الملك منعهم: دعوا الرجل يتكلم. فتكلم وسأل الملك: هل غضبت لأني ناديتك باسمك؟ إنني أنادي مالك الملك باسمه وأقول يا الله فلا يغضب. اقترب مني، يطلب الملك: انصحني، لقد سئمت قصائد المادحين. فيعظه المسكين: اعلم أنه لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. انظر إلى الجهتين، هذه قصورهم وهذه قبورهم. إن الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا جلت أو جلت، وإذا أينعت نعت. وكم من قبور تبنى وما تبنى، وكم من مريض عدنا وما عدنا، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات.